أما بعد، فها نحن أولئك ما ذكرنا قبل قد دخلنا أشهر الحج مقبلين على الله جل وعلا سبحانه وتبارك وتعالى بعبادة التوحيد، سواء في ذلك من قدر له أن يحج هذه السنة أو التي قبلها أو من لم يقدر له إلى الآن. وذلك أنه كما بينا قبل أشهر الحج هي تذكير العباد المؤمنين، تذكيرهم بالله جل وعلا من حيث هو الواحد الخالق رب العالمين، الذي لا يستحق أحد سواه أن يعبد، الذي لا يجوز أن يقدم لغيره رغب ولا رهب، خوف ولا رجاء، بل هو وحده سبحانه وتعالى المليك المقتدر الخالق البارئ المصور جل وعلا. أشهر الحج مناسبة لإيقاظ همم المؤمنين للتعرف إلى الله والتعريف به من حيث هو جل وعلا خالق الكون الذي خلق كل شيء، خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتبارك وتعالى من إله عظيم. فبأي حق إذن يعبد الذي لم يخلق شيئا؟ وبأي حق إذن يطلب الذي لم يعطي شيئا؟ بل هو أحوج إلى أن يعطى من أن يعطي، وما من مخلوق كيفما كان حاله إلا وهو فقير، فقير إلى الذي خلقه ووهب له الحياة بإذنه. وأيما لحظة انقطع إذن الرحمن عن الحي البشري، عن الكائن البشري الحي، انقطعت حياته للحظة ولا تزيد ولا طرفة عين. الموجودات كلها، الكائنات من الذرات إلى المجرات كما يعبرون، قائمة به سبحانه وتعالى. وذلك من معاني قيوميته فيما نجده في اسمه الأعظم الحي القيوم. لا شيء يقوم بغيره، ما من مرزوق إلا وهو قائم باسم الله الرزاق، ما من حي إلا وهو قائم باسم الله الحي المحيي، ما من قوي إلا وهو قائم باسم الله القوي، ما من عزيز، ما من ذليل، ما من صفة كائنة في الأرض على الإطلاق، ما من صفة كائنة في الأرض ولا في السماء إلا وهي قائمة باسم من أسماء الله الحسنى، وبصفة من صفاته العلى جل وعلا. هذا الرب العظيم الجواد الكريم سبحانه نغفول عنه كثيرا، لا نغفول عن ذكره وحسب من حيث هو الله جل وعلا اسم الجلال، ولكن المشكلة أننا نغفول عن حقائق العبودية التي تتضمنها هذه الأسماء الحسنى، هذه الأسماء الحسنى الثابتة لله، وهذه الصفات الربانية العلى. ولذلك وجدنا في كتاب الله نتي سيدنا محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام تذكير الدائم الآبد للعبد المؤمن، يجعل كل عباداته واحد القهار. قل إن صلاتي ونسكي حياي ومماتي لله رب العالمين شريك له، ذلك أمرت، ذلك أمرت أول المسلمين. ذلك هو الخطاب الذي أوحاه الله إلى رسوله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، خطاب على العبودية وعلى محض الذلة لله الواحد القهار. محض الآية المعبرة تعبير على أصداق ما يجده العبد الذي ذاق حلاوة الإيمان حقا وصدقا، تذلل لله بين يديه سبحانه متعبدا متذللا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، آية جمعت كل شيء من حياة الإنسان، سواء في ذلك عباداته، صلواته، وما تعبر عنه هذه الصلوات وما تنوب عنه بالمعنى، أي يدخل في ذلك زكواته، صيامه، حجه، كل شيء، وأيضا نسكه. قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الصدقة التي تذبح، أي الذبيحة التي تذبح لا للعادة بل للعبادة، لأن الإنسان المسلم يأكل من اللحم نوعين، لحم عبادة ولحم عادة الذي هو المباح، وما دونهما
إلا الشرك بالله أو ما حرم عليه مما هو معلوم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله أو ما ذبح على النصب. فلحم العبادة هو الذي يسمى النسك، كالهدي وكأضاحي الأعياد وكالعقائق التي تذبح للمواليد وما شابه ذلك مما عليه النص طالب وجوب أو طالب ندب، لأنه قد يكون الذبح واجبا إذا تعلق بنذر مثلا أو بدم اقتضاه خطأ حاج ها هنالك بالحرم أو ما شابه ذلك. على كل حال، وما هو ندب مما هو معروف لدى المسلمين أجمعين كالأعياد والعقائق وما شابه ذلك. فهذه الأمور ليست من قبيل العادة، يعني ليس من عادة الإنسان أن يأكل اللحم، يعني العادة، فالعادة داخلة في معنى المباح. لك أن تذبح ولك لا تذبح، لا أجر ولا وزر في العادة، يعني الأمور العادية. واحد النهار يوم واحد أكلت اللحم أو لم تأكله، لا أجر لك على الفعل ولا وزر لك على الفعل، وكذلك على الترك لا أجر لك على الترك ولا وزر لك على الترك. نعم، قالوا اللهم إلا إذا بيت نية الإذن، أي أنه الإنسان كيمكن يحول المباحات دياله من الطعام والشراب والمأكل والملبس والمنكح وسائر الحياة الشهوانية المباحة مما زين للناس من المباحات، له أن يحولها إلى معنى العبادة. ولا نقول إنها تكون عبادة محضة، ولكن يحولها إلى معنى العبادة من حيث الأجر إذا ألحقها بمعنى الإذن. معنى الإذن يعني أنه إحساس لدى الإنسان يقع له عند التدبر والتفكر في القرآن الكريم والآيات الكونية. يشرب الإنسان الماء الزلال الحلال الحلو الطيب ويجد عليه راحة والذكر بأن هنالك أقواما في الأرض يموتون عطشا، وبأن هناك أقواما في الأرض من أجل أن يصلوا إلى جرعة ماء يقطعون عشرات الكيلومترات، وبأن هنالك أقواما في الأرض من أجل أن يشربوا جرعة ماء يقاتلون فيقتلون ويقتلون من أجل الماء. أنت يصلك الماء يا عبد الله إلى فيك، مش غير دارك، وصلك حتى فمك، إلى فيك فتشربه فتشربه، فإذا بك ريان، فإذا بك تجد لذة له، تحمد الله على هذه النعمة أن آذن لك، لأنه كيمكن ما يعطيكش الإذن ويمنعك من شرب الماء، إما بقطعه بوسيلة قدرية من عنده بجفاف لا قدر الله أو بفتنة تقعها هنالك أو هناك أو بمرض قد يسلطه الله على عبد من عباده فيمنعه من شرب الماء، نسأل الله لنا ولكم العافية. فحينما تشرب هذا الماء الذي تظنه أمرا بسيطا زهيدا يسيرا، وليس كذلك، ليس شيء في الحياة بسيط إطلاقا. أي حركة كديرها في الكون، أي نعمة مهما قلت، أي تصرف فهو معقد 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 جدا، يعني من أجل إنتاجه يحتاج الأمر إلى ترسانة من الخبرات ومن القدرات لا تتوفر إلا لله الواحد القهار. والبشر في كل ذلك مما يمهدون ويسهلون من طهين أو طبخين أو إعداد أو تخزين أو تجارة أو نقل، وسائل مسخرة في ملك الله الواسع الفسيح من أجل أن تأكل أنت وأكل أنا وتشرب أنت وأشرب أنا. حينما تتدبر هذا المعنى فعلا وتأكل وتشرب وتلبس وتتزوج على هذه الخلفية، لا تعيش في العادات كالبهائم بل تعيش في عمق العبادات. لكن مع ذلك نقول كما قال العلماء، حتى ولو ضعفت عن هذا المعنى، والمسلم إنسان يضعف، هذا الشيء تعيا ما تحضيه كيتنسى من البال، فتأكل وتشرب أحيانا كثيرة على سبيل التعود، مع ذلك فذلك مباح لا أجر لك فيه، نعم، ولكن لا وزر عليك. إنما النسك أن تأكل لحما، بل أن تذبح لحما تقصد به توحيد الله جل وعلا، هذا النسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، الآية جمعتها هنا في هذه العبارة كلما أسلفنا من سائر المعاني، أي ما أدخلته يا ربي في العبادات وكلفتنا به تكليف حتمين أو ندبين
وما جعلته من العادات، كل ذلك يا رب إني أفوض فيه نيتي وأقصدي لك وحدك لا شريك لك، ومحياي ومماتي أي خاتمتي ونهايتي ومآلي، يعني ملف ديال كله كتجمع كامل وتضعه بين يدي الله الرحمن الرحيم المؤمن المهيمن جل وعلا، فقد وضعته إذن في يد أمينة، حق أمينة، يد الله التي هيمنت على كل شيء في الكون. الحج شرع أصلا لتعميق هذا المعنى في قلب الإنسان المسلم، وهو انتسابه، انت من منتسب؟ منتسب إلى طريقتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك نادى الملبون منذ البداية من اللحظة الأولى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تلبية بقبول البيعة لله، بقبول الاستجابة لله، بقبول العهد وتوثيقه لله. على أي أساس؟ على أساس لا شريك لك. هذا كما يعبرون مربط الفرس وبيت القصيد، لا شريك لك. فلا يعقل للمسلم ولا يجوز في حقه أن يدرك أن الله قد ركن الإيمان والإسلام، ركن الدين دياله، ركنه وضعه على ركن هو الحج، مقصده هذا المعنى، فيخرمه ويخالفه. هذا لا يتعلق بحجاج بيت الله الحرام وحسب، بل يتعلق بالمسلمين أجمعين، لأن الحج هو مناسبة لتذكير المؤمنين أجمعين، من حج ومن خدم الحاج، لأن الناس إما يحجون وإما يخدمون الحجاج، من خدمهم هنالك أو من يخدمهم هنا، بين أظهرنا ينطلقون ومن أسرنا يخرجون. فالحدث يقع الآن، من الآن راه حدث الحج خدام، أي هذه المعاني والمقاصد يجب أن تذكرنا حقيقة توحيد لا إله إلا الله واستتباعها بتوحيد اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. حسن التذكير أن من أهم العبادات التي نسيها كثير من الناس عبادة النسك، عبادة النسك وهو الذبح لله، ذكرت بأن فيه الواجب وضربت له أمثلة بحال شكل ديال النذر، يعني تنتظر حدوث فرج ما أو مصلحة ما وتسأل الله جل وعلا أن يحدثها وأن يوفقك للوصول إليها، وقد تجعل بينك وبين ربك عهدا أن إذا وقع كذا وكذا واستجبت لي برحمتك وإذنك يا ربي كذا وكذا لأذبحن كبشا أو بقرة أو ماعزا أو كذا. هذا نذر إذا صدر منك صار واجبا عليك، لا تبرأ ذمتك منه إلى يوم القيامة، كيولي كيتسلك بحال رمضان ولا بحال الزكاة ولا بحال الصلاة المفروضة، لا تبرأ ذمتك منه إلى يوم القيامة، وهو عبادة جليلة. يعني الإنسان ما راهش كيجي غير يكتف راسه هكذا وكان، لا، وإنما هو فيه معنى توحيدي، راك توحد الله لأنك تعلم أن الله هو الذي يحدث ما يحدث وهو الذي يمنع ما يمنع، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم أعلموا وتعلموا أن مصلحتي ماديا واجتماعيا وسببيا هي بيد فلان أو علان، كتعرف بأن المصلحة ديالك يقضيها لك فلان ولا فلان لأنه بيد القرار أو بيد خزينة المال أو بيد كذا أو كذا، تعلم هذا، ولكن لا ينبغي أن تنسى أن هذاك فلان وعلان عبد مأخوذ من ناصيته بيد رب العباد، فلو شاء الله جل وعلا وأراد وأذن لوقر قلبه ودقه وأمره من حيث لا يدري هذا العبد أن يخدم مصلحتك، وتأتي الخادم وتأتي المسخرات بأمره تعالى، ملشي الكبير رب الكون، تأتي المسخرة إلى بابك،
تأتيك بمصلحتك وتكشف غمك وتفرج كربك وتفتح لك باب الخير لأنك وصلت الله بقلبك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من أسباب التعرف إلى الله النسك، ذكرته اليوم لأننا في أشهر النسك، الحج فيه النسك المعروف، وفيه عندنا نسك الأضحية، لكن هذا ماشي غير في هذه الأشهر، هو على طيلة السنة. مع الأسف الإنسان في غالب الأمر هذا الزمان نسي هذا النوع من العبادة، فإن فعله في كثير من الأحيان يفعله بصورة منحرفة ولو كان قصده طيبا، نعلم ذلك لدى كثير من الناس. يعني حينما يخطئ الإنسان فيذبحك بشر من أجل شجرة أو حجرة، فذلك قد أضاع المعنى وإيا إضاعة وأفساده وإيا إفساد. اذبح لله الواحد القهار. شيء جميل جدا أنك في مرتين أو مرات على حسب اليسر ديالك تأخذ واحد الكبش وتقول هذا الكبش أردت أن أذبحه لله، أن أهرق دمه إرضاء لله ولله وحده سبحانه وتعالى، وتطعم منه فقراء الحي ومساكين الحي وأهلك وجيرانك ومن حولك ممن هم طوافون عليكم من الفقراء والمساكين. ولنعم العبادة هي إذن، ولنعم العمل هو إذن، ولنعم القربى تقربك إلى الله حق التقريب، وتفتح لك باب الرزق وتفتح لك باب الفرج، وتجعلك بعد ذلك وقبل ذلك وليا لله. تجعلك أقول وليا لله لأنك واليت الله جل وعلا في معنى النسك، هذا المعنى الأصيل اللي كان عندنا في تاريخ الإسلام مع الأسف الشديد ضاع وقل وتشوهت صورته. أما هو في أصله راه معنى ممتاز جميل جدا، فيه فائدتان. الأولى هي توحيد الله، وكتبت لنفسك تثبت لنفسك أنك عبد لله، وهذا شيء عظيم جدا لأنك يعمرك بالإيمان ويعمرك بالثقة، الثقة الكبيرة في أن الله تعالى يتجاوب معك. كتقول له كيقول لك، كتطلبه كيعطيك، كتسوله كيجاوبك. فهذا الذبح فيه أمارة، هذه راها لغة كما يقولون اليوم، لغة سيميائية بينك وبين الله جل وعلا. أنت تفهم عن الله جل وعلا وهو يعلم عنك، أنت تفهم عن الله، كتفهم عنه الإشارات التي تحدث لك في أسرتك، في حياتك، في مسيرتك ووظيفتك وإدارتك وتجارتك وأحوالك وأزماتك ويسرك وعسرك، وهو سبحانه يعلم عنك من خصاصة قلبك مقصدك وتوجهك وطلبك، ويجيبك. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب لمن تقرب إلي، لمن فعلا جعل في نفسه ذلك الظن، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما عليكم إلا أن تستجيبوا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مشكلتنا هنا وليؤمنوا بي، ماشي قضية الإيمان الذي هو بين الحد الآخر الذي يخرج عن الملة أو الكفر، لا، يعني عندنا فعلا مشكلة الإيمان بالله حقيقة، لأن مشكلتنا أننا أوثق بما في يدنا مما في يد الله. يعني كتقول لي في جيبك راه هي المضمونة، والله ما مضمونة إلا إذا ضمنها الله، ما مضمون لك شيء مما في كسبك ويدك إلا إذا ضمنه الله جل وعلا. فإذا ثقت بالله ثقت بكنوز الله، وكنوز الله تعالى غير محدودة، لا يستطيع العقل البشري أن يتصور حدود الملكوت، لأن حدود الملكوت مطلقة، الله وحده سبحانه وتعالى المحيط بالمطلق، لأنه جل وعلا لا يحيط به شيء، بل هو جل وعلا يحيط بكل شيء وفوق كل شيء سبحانه جل وعلا من عزيز مليك مقتدر. ولهذا المؤمن اجدد الثقة بالله تعالى، وليتق الله في أمر توحيده ربه، وليتق الله في أمر طلبه ورغبه،
وحدوا المحبة لله، وحدوا الرغب لله، وحدوا الطلب لله، وبعد ذلك تكون أنت وليا لله جل وعلا، بذلك صنيع تكون عبدا رفيع المستوى عند الله، وإن ضعفت في نظر الناس، لأن الناس لا يبصرون كثيرا من الحقائق، وإنما الذي يبصرها من جعل الله له بصائر. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين ولآلائك ونعمائك من الذاكرين. يا جميل الستر أدخلنا في سترك، يا جميل العفو أدخلنا في عفوك، يا جميل الرحمة أدخلنا في رحمتك، يا جميل التوبة أدخلنا في توبتك، يا جميل الشكر أدخلنا في شكرك، يا جميل الصبر أدخلنا في صبرك. اللهم اجعلنا لك شاكرين صابرين تائبين توابين متطهرين. ثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك مولانا لما لا نعلمه. اللهم أخلص قلوبنا لك وحدك لا شريك لك، أخلص اللهم لنا أعمالنا لك وحدك لا شريك لك، أخلص اللهم أقوالنا لك وحدك لا شريك لك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. فاجعلنا اللهم من المسلمين الصادقين، اجعلنا من التوابين المتطهرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم يا رب أخرجنا من الظلمات إلى النور، وأخرجنا من الحيرة إلى الاستقرار، وأخرجنا من الشرك إلى التوحيد، واجعلنا لك مؤمنين حق مؤمنين صادقين لا مبدلين ولا مغيرين، موقنين عابدين حتى نلقاك على حق اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ألهم قلوبنا الصواب، وألهم عقولنا السداد، وألهم ألسنتنا فصل الخطاب يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم. علمنا من لدنك علما، واجعل لنا سرا في الأرض وسرا في السماء من محبتك، انشر لنا القبول في الأرض وانشر لنا القبول في السماء. نعوذ بك أن نكون من المغضوب عليهم أو الملعونين، نعوذ بك أن نكون من المسخوطين، نعوذ بك أن نكون ممن أشرك بك، نعوذ بك أن نكون ممن ضل عن هداك وصراطك المستقيم. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، فرج كرب المهمومين، واقض ديون المدينين. اللهم اكشف الغمة عن كل مؤمن مستضعف. اللهم استر عورات المؤمنين أجمعين. اللهم أمن روعات المسلمين أجمعين. اللهم احقن دماءهم واحفظ أرواحهم، أطفالهم، شيوخهم، نساءهم، رجالهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا من هو رب العالمين تجمل بالرحمة، يا من هو رب العالمين الإنس والجن تجمل بالرحمة والعفو والعافية. استرنا اللهم بالرحمة وأدخلنا في العفو وجملنا بالعافية. اجعل اللهم ديننا ورعا، اجعل اللهم ديننا ورعا، اجعل اللهم ديننا ورعا، واجعلنا لك من المتقين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حبيب قلوبنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات والتسليم. اللهم انصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس، انصره اللهم نصرا تمكن به له ولهذا الدين. اللهم مكن له به استقرار البلاد وأمن العباد رحمة من لدنك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن، وأنبته اللهم نباتا حسنا، واجعله فاتحة خير لهذا البلد ومستقبل هذا البلد. أمن أوطاننا برحمتك، جمل بلدنا بسلامك يا من هو السلام ومنه السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فحينا يا ربنا بالسلام، وأدخلنا في السلام،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.